Iran's nation might تواصلت الانتفاضة uprisings في جميع أنحاء إيران بيومها 160 يوم الأربعاء، بينما خرج الناس في مدن في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية، مع تصاعد المظالم الاقتصادية بالتوازي مع انهيار العملة الوطنية للبلاد. لم يتلقى العديد من العمال رواتبهم منذ شهور، بينما يطالب المتقاعدون من مختلف القطاعات بمعاشاتهم التقاعدية التي طال انتظارها. ونزل السكان المحليون في منطقة البازار الكبير ومجمع علاء الدين للتسوق في طهران إلى الشوارع احتجاجا على تدهور الاقتصاد في البلاد وهبوط العملة الوطنية. بدأ الناس في محطة مترو بالعاصمة طهران صباح الأربعاء يرددون شعارات مناهضة للنظام، من بينها خامنئي واسمة عار، على وجه التحديد للتعبير عن كراهيتهم لديكتاتور الملالي. واحتشد أصحاب المنازل في الحي 21 بطهران خارج البلدية المحلية احتجاجا على سياسات النظام. وتجمع ملاك الأراضي في منطقة بونك بالعاصمة خارج مكتب الرئاسة يوم الأربعاء للمطالبة بإجابات من السلطات حول سبب رفض تصاريح البناء على أراضيهم. ونظم المتقاعدون من منظمة الضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية في الأهواز أعربوا فيها عن غضبهم من تدني الأجور والمعاشات وقضايا التأمين وسوء الأحوال المعيشية. وأضرب أصحاب المتاجر في أرق اليوم احتجاجا على الظروف الاقتصادية السيئة وأزمة العملة الوطنية في البلاد. وأقام أهالي القرى القريبة من مدينة كاشان تجمعا احتجاجا على أنشطة التعدين في مناطقهم التي تهدد أرزاقهم. واحتشد المعلمون المتقاعدون في العاصمة طهران خارج وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية السيئة. ونظم مدرسون متقاعدون مسيرة احتجاجية مماثلة في مدينة شيراز، حيث ردد المشاركون شعارات مختلفة منها أطلقوا سراح المعلمين المسجونين. وردد السكان المحليون في منطقتين رمك وبونك بطهران وفي مدينة كرمانشاه شعارات مناهضة للنظام مساء الثلاثاء حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بما في ذلك الموت للديكتاتور، تستهدف على وجه التحديد المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. وتجمع السكان المحليون الذين يعانون من إعاقات في مشهد اليوم مطالبين بالمعاشات المستحقة لهم والتي حرموا منها منذ شهور وبعضها حتى لسنوات. ودأب النظام على الاقتطاع من ميزانية الدولة المخصصة رسميا للأشخاص ذوي الإعاقة. ودخل سائق الشاحنات في مدينة نور بمحافظة مازندران يوم أمس في إضراب لليوم الثاني للمطالبة بالرد على مظالمهم العالقة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية السيئة. وأخيرا واصلت شابات شجاعات في البلاد الكتابة على الجدران الموت لخامنئي، الموت للديكتاتور.